ماكو داعي تسوون دايت وضعفون نفسكم، اللي يريد يحبكم يحبكم بكرشكم وبسمنكم. والله العظيم ترى ما بينا حين نسوي دايت، والاكل طيب ونفسيتنا تعبانه. هست العصيده والقهوه، كل اللي ابي شاي عاد يسوي له. تهول يا جماعه مش عادي، ول رهيبه. اتحدى حد يعرف انها سريلاك، اتحدى. اهلا يا اهلا، بس هي وحده من هبات الشتاء، ما هي اختراع لي، لا شفتها صراحه وقلت ما يصير تكون هبه، وانا ومتابعاتي ما ندري عن السالفه، فبنسوي مع بعض عصيده السريلاك. طعمها يا بنات انا متاكده ان كل ما زانت الجلسه بتقومون وبتسوونها، بتكون ادمان. يعني شوفوا دمج بين طعم الطفوله وطعم التراث، شيء بيكون مجنون، متأكدة راح تعجبكم. طبعا اكيد ما سويتها معاكم الا اني سويتها وذايقتها من قبل. متأكدة قد ما انها سهلة بتقومون الحين راكض وتسوونها. طبعا انا قلت لكم ترى اشتروا السريلاك. بنحط الموية، طبعا بسوي مقدار كالعادة تعرفوني مقدار قليل، راح احط السريلاك واضيف السكر، بضيف عليه الهيل والزعفران. الحين في ناس تكرمل السكر، عاد انتم براحتكم. الهيل، وبضيف، ودي اضيف الزعفران الحين. الزعفران بنات خلوه يفور شوي. الزعفران بنات انقعوه بماء بارد او ثلجه وخلوها تذوب على راحتها، تعطيكم نتيجه افضل. ومستقبلا ذكروني بس في الايام الجايه اعلمكم كيف تسوون منقوع زعفران وتحفظونه لمده اسبوع اسبوعين. فيها ماء ورد ما حطيت لان عيالي ما يحبون ماء الورد. يعني حركتها شوي عشان بودي السكر يذوب، وزدت الحرارة. راح أضيف، ما راح أضيف العلبة كلها، في المقدار أسوي بس نص العلبة لأن مسوي مقدار بسيط، بس أنا بحط لكم مقدار دبل المقدار اللي أنا مسويته. راح نبدأ الآن ونضيف السريلاك بالتدريج بنات، ما تضيفون بسرعة، بالتدريج تضيفون وتحركون بنفس الوقت. ما عندي أحد يساعدني صراحة، لأن ضفتي كله مرة واحدة راح يكتل، فخلوني اضيف واحرك واضيف واحرك. وطبعا المقادير راح اكتب لكم اياها بعدين. شوفوا يا جماعه هنا طبعا نحرك لحد ما يثقل. طبعا راح اضيف عليه سريلاك بعد، وبعدين راح اهدي الحراره مره واخليه تقريبا حول العشر دقائق وراح يكون جاهز. بس الان راح اضيف عليه سريلاك عشان انا ابي قوامه يكون اثقل من كذا. شوفوا يا جماعه هذا القوام بالضبط اللي انا حصه ابيه. في ناس تسوي اخف شوي، انا ما ابي خفيف، لا ابيه كذا. ريحته يشوق طبعا الطعم، اوف دمار. بكتب لكم المقادير بالضبط اللي انا حطيتها. شوفوا يا جماعه هذا القوام اللي حصته بيه، ذقته اوف 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 اوف. يا الطعم ينقال له اوف، الطعم ينقال له اوف. ايش بسوي الحين؟ هديت الحراره مره وبهديها لسه اكثر. بغطيه وبخليه 5 دقائق كفايه عليه وخلاص. نسيت شيء مهم بنات، ملعقة زبدة. طبعا هاي توني قاشدتها، بس هذه زبدة عادية. هني نحوسها بعد ما حطيت ملعقة الزبدة، نحوسها. نسيتها. خلاص الحين بس 5 دقايق وبتكون عصيدة السريلاك جاهزة. صدقوني كل ما زانت الجلسة بتقوموا تسوونها. خلها تبقبق وتثقل، نغطيها 5 دقايق وبتكون جاهزة. اخترت للتقديم هذه الصحون بنات، مرة حبتها وشكلها مرة حلو وكيوت وبتناسب وصفتنا. يلا يا كيرن خلينا نصبها هنا. يلا يا كيرن صبي فيه. ايوه يا سلام. المقدار اللي انا سويته مرة قليل، سوالي بس 3 اكواب حتى بدل 4. المهم ان احنا بنحط السمنة ونسنعها. الطعم ما تتخيلون قديش لذاذته، مو عادي. بسنعها وبحط عليها شوية فستق كذا، اشتهيتها مع الفستق. طعم لذيذ يا جماعة، لأن الهيل والزعفران يحب الفستق. ما ينفع أكلاتنا الشتوية، معناها مش أكلاتنا يعني مبتكرة، بس تراها خرافة. تعرفون خرافة يعني خرافة. زي ما قلت لكم ودي أزينها بالبيستاشيو،
فتاة البستاشيو بتحط البستاشيو. يعني اشتقت لتركيا، سميتوني منها من تركيا سميتوني فتاة فستقية، اكتشفت اني احب الفستق. فاشتقت صراحة من جد من جد اشتقت، بس ما ودي اروحها في البرد، انتظر زين الجو بعدين اروح ناخذكم جولات حلوة في تركيا. المهم علينا وعليكم بألف عافية، بسويها جلسة تصوير وناكلها تموت، خرافية لذيذة. أتعب وأنا أقول لكم لذيذة، لحست اللي بالقدر كله كله والله. لا يوقف لا يوقف، تبون المقادير طبعا أكيد بعطيكم إياها بالتفصيل، بس زي ما قلت لكم المقدار بحط لكم إياه دبل، لأن أو ممكن نفس مقداري تبون كيفكم. حسبتها لكم بالملعقة، كم ملعقة سريلاك، كم ملعقة سكر، كل شيء وزنته لكم كذا مرة مضبوط عشان تحصلوا على نفس النتيجة الخرافية حقتي. روعة روعة. ناديتهم، كتبت في الجروب عصيدة تهول وما ادري وشو وتهبل وخرافية وخرافية ومن هالكلام، ما حد فيهم تنزل ونزل كيفهم. جهزت لهم مكسرات وجهزت العصيدة والقهوة، كل يبي شاهي عاد يسوي له. تهول يا جماعة مش عادية، قلت لكم كل ما زانت الجلسة بتقومون تسوونها، أصلا سهلة وسريعة وبسرعة تخلص. جهزت القعدة ومت وأنا أحتري فيهم صراحة، ولا فيني صبر. صبيت لي القهوة، جهزت قهوتنا يا جماعة. تعرفون كلمة تهول؟ تهول رهيبة. أتحدى حد يعرف إنها سريلاك، أتحدى. شي 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 مجنون 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 مجنون. هاي القهوة جنبي، كيفهم ناديتهم أنا.